خلي اروح الى اليوم مثل ما قلنا ايضا بالمقدمه، احنا استعرضنا اغلب الاشياء. نعم. انه امن المعلومات كذبه صار، مو بس بالعراق، كل العالم. انت شلون تشوف مدى صحه هذه العباره بانه اليوم المعلومات اليوم امريكا انا اقدر اخترقها اذا كان عندي من قبل دول واعرف بيانات شخصيه للمواطنين الامريكيين والمؤسسات وغيرها. اذا صدقت هذه المقوله شلون بيصير العالم؟ استاذ العزيز، هذا الامن السيبراني بالعكس اغلب الدول مثل ما تفضل الاستاذ، اغلب الدول عندها فد انظمه مصرفيه. هسه احنا خلينا نمشي على نحكي على الانظمه المصرفيه مالتنا. نعم. اكثر رؤوس الاموال تتنقل برسائل وبارسال وتعزيزات رصيد من مصرف الى مصرف اخر ومن مواطن الى مواطن اخر. اضافه احنا ثقافه المبالغ الورقيه، ماكو اغلب الدول ما يشيلون مبالغ بجيبهم يعني فلوس بين قوسين. نعم نعم. اغلبهم يعتمدون على البطاقات الكارد وغيرها في تمشيه معاملاتهم تسير حياتهم اليوميه. هاي ليش ما يصير؟ لان عندهم فد نظام، فد برنامج معلوماتيه، انظمه داخليه، انظمه مسيطره على كل هذه التفاصيل. يعني بدنا نحكي على تليجرام، بدنا نحكي على واتساب، هذه برامج ترى الزمن. يعني يمكن احنا دول مو ثالثه، بس انا سالت دول العالم الرابع، احنا مو دول العالم الثالث.